جرح تاني هو قلبي لسه طاب من الاولاني. يا محبوب في ايه خضتني؟ معلش جيتي على الجرح الاولاني قوي. معلش ما تقعد معانا شويه. لا مش قادر، كان نفسي والله بس مش بمزاجي، مش بمزاجي. منمن خسينا وبقينا زي القمر. قلبي اقسم بالله. ايه كنتوا فين كده يا بنات؟ كنا على البحيره. طب قائده استاذن انا عشان عايزه اخد شاور لحسن، حاسه ان الملح بياكل في جتتي. طب ما ياكل يا منمن بالهنا والشفا، دي حاجه في مصلحتك على فكره. قلبي اقسم بالله حبيبتي. بقول لك ايه، هو انت بعت بوكي ورد للحاجه؟ انا ايه ده؟ ايه يا كرم اللي انت عاملاه؟ حواجبك ازاي سايباها كده يا كرم؟ طبعا القصه هايله انها كده يعني، بس حواجبك عايزه تتظبط. محبوبي حبوبي دبدوبي ما تستهبلش عليا، انا ما رضيتش اكسفك امبارح واحطك في موقف بايخ. وايه البايخ اللي في كده؟ مش فاهم. الحاج والحاجه دول بيحاولوا يصلحوا بينا، وبصراحه عاملين مجهود رائع في موضوع الهدنه ده. ايه المشكله ما ابعت لهم ورد؟ تبعت لهم، انما انت بعت للحاجه بس. كرمتي قطتي بطتي، ركزي معايا. الحاجه دي ست زينا صح؟ انما الحاج ده راجل، راجل يا كرمه. تحبي بقى اعمل علاقه مع راجل وابقى بيس معاه بقى ونتكلم مع بعض وكده عادي؟ داكور، بس برضو ما بس الحاجب ظبط بجد؟ والله ظبط. صلع الزين الصلع الزين، يا ورد مفتح على الخدين، جبت الجمال ده حلوه منين؟ البركه فريري يا ضي العين، البركه فريري ريري. اجري بسرعه يا واد يا حسين، تب وتختص في دقيقتين، شوف لنا ريري بيتباع فين، هات لنا منه باكو اتنين، وهات لنا منه باكو اتنين. انا جيت اهني بشكل جديد، ومعايا شاي كله حديد، من شفطه واحده كيفك هيزيد، غير ماشي وبدري ده بالتأكيد، غير ماشي وبدري ده بالتأكيد. كان ريري جرى بس. حلو ريري ده يا خورشيد، ده كان شاي؟ لا ده كان سريلاك. ده انت هتضحك. اضحك على المعاش. Ha ha ha.